ثلاث جولات من نار. الفانتزي السنه دي بدايه قويه جدا، اللي معاه هالاند اتراضى، اللي معاه صلاح اتراضى، واللي معاه بالمر برضه اتراضى. كلها السنه دي مبسوطه جدا في البدايه القويه للفانتزي. اللعيبه الكبار كلهم ما خذلوناش تقريبا، ولكن في بعض اللعيبه خذلونا وفي بعض اللعيبه يعني محتاجين نصبر عليهم شويه ونشوف ايه اللي هيحصل بعد فتره التوقف الدولي. اصابات ممكن تغير من حساباتنا كلنا، مستويات بتطلع مستويات بتنزل، لعيبه ممكن روحها المعنويه ترتفع مع منتخبات بلادها، الجدول هيختلف تماما بعد فتره التوقف. كل ده هنعرفه في الحلقه الجديدة من فانتزي يلا كورة. هكون معاكم مصطفى جمال وعمر عبد. اهلا بك يا عمر. ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. نخش بقى على طول في الرهانات. شايف الموسم بدأ برهان صلاح وبرهان هالند، مين اللي كسب؟ اللي معاه صلاح ولا مع هالند ولا مع الاثنين؟ اللي مع الاثنين طبعا، اللي راهن على هالند وصلاح هو اكتر واحد كسبان، لان هم اكتر اثنين حققوا نقط، 41 نقطة لصلاح، 41 نقطة لهالند على ثلاث جولات، ورقم كبير جدا بصراحة. يا بخت اللي عنده الاثنين. واللي راهن على هالند ودياز برضو شوية كسبان، واللي راهن على هالند وبالمر برضو شوية كسبان، لكن اللي مراهنش على الاثنين ده يعني يقفل اللعبة من دلوقتي احسن، او ما عندوش الاثنين من الاول يقفل اللعبة من بدري ويريح دماغه. واللي عنده صلاح بس يعني نص العمى، واللي عنده هالاند بس نص العمى. لعيبة كتير جدا تألقت في الثلاث جولات في الفانتازي بريمير ليج السنة دي، لكن هنشوف الاحصائيات مع مصطفى. يعني الاحصائيات بتقول لنا عمر ان السنة دي في الفانتازي في لعيبة تألقت، ولكن تألقها ده مرجعش عليها بنقط، قدمت اداء في الملعب ولكن لسه ما خدتش النقط الموازيه لادائها ده. زي مين؟ زي انطوان سيمينيو لاعب فريق بورموس، اكتر لعيب شاط على الجون في اول 3 جولات، وراه على طول مين؟ ايزي. ايزي اكتر لاعب كان منحوس في الفانتزي لحد الجوله الثالثه، الراجل بيشوط هدف يتلغي له عشان زميله وقع لعيب تاني في منطقه الجزاء وهو ملوش دعوه بالقصه دي خالص. اول قايم اول عرضه يصده تسديدات، ولكن في الاخر قدر يزور شباك تشيلسي ويفك النحس. فبالتالي لعيبه زي ايزي وسيمينيو قدموا اداء كويس جدا، لكن في الملعب النقط اللي خدوها ما كانتش قد الاداء. عشان كده لو عندك ناس زي دي ممكن يلمعوا او في الجولات الجايه، حتى لو كانت صعبه الناس بتادي في الملعب بشكل كويس جدا، لعيبه خطر على الجون، اكتف على المرمى طول الوقت، ناقصها بس اللمسه الاخيره تظبط وهيدلعوا اصحابه بنقط. عندنا كمان لو بصينا على خط الدفاع هنلاقي مين؟ هنلاقي بيدرو بورو. بيدرو بورو اكتر مدافع سدد على المرمى في الثلاث جولات، مدافع خطير جدا في توتنهام، ظهير الطائر بمعنى الكلمه. توتنهام مش موفقين خالص في الجولات اللي فاتت، رغم ان هم بداوا بالتعادل قدام ليستر وبيدرو بورو سجل، ولكن بعد كده بيدرو بورو مش ماشي معايا، رغم انه في الملعب اداؤه مميز، الحراس بيصدوا منه، العارضه والقائم ممكن تصد منه، بالتالي النقط اللي بياخدها مش قد اداؤه في الملعب، لا ده هو يقدر يجيب نقط اعلى من كده بكتير في الماتشات الجايه لو استمر بالمعدل ده. هو سلاح هجومي خطير سواء لتوتنهام في الحقيقه او لينا احنا في لعبه الفانتس. في الدفاع كمان ممكن نبص على لعيب زي ترينت الكسندر ارنولد، اكتر مدافع صنع فرص للتسجيل. الراجل ده ماكينه صناعه فرص، متالق مع ليفربول، بادئ الموسم بدايه ولا اروع، ليفربول عامه في احسن فورمه ليهم، بالتالي ارنولد سلاح مهم جدا. لكن لو هتبص كمان مين بعده هتلاقي عندك ناس زي مونوز ظهير كريستال بالاس، الراجل خطير جدا على الجول، وكمان روبنسون ظهير فولهام، واندرو روبرتسون ظهير ليفربول اللي يمكن مش في احسن مستوياتهم زي عصره الذهبي مع ريدز، ولكن لسه الراجل يعني حلاوته فيه، لسه رجله بتطلع تمريرات حلوه عرضيات حلوه. لكن طبعا يظل السلاح الاخطر في خط الدفاع هو ارنولد. ارنولد لعيب ذهبي يستاهل كل جنيه هتدفعه فيه في لعبه الفانتازي. الراجل سعره غالي ولكن الغالي ثمنه فيه. الراجل ماكين زي ما قلنا صناعه فرص على الجون، اهداف الماتش اللي فات قدام يونايتد حظه بس الاوفسايد اللي على صلاح حرمه من التسجيل. كل شويه فرصه خطيره بيتبدل، ودي ناخد بالنا منها انه بيتبدل على الدقيقه 60 70، ولكن في 60 70 دقيقه يقدر يعمل لك نقط ما يعملهاش بقى المدافعين في 6 7 ماتشات قدام. عندنا برده لعيبه ثانيه ممكن ما تكونش عملت حاجه خالص في الجولات الاولى، يعني لو بصيت لها على الارقام بتاعتها والنقط بتاعتها هتلاقيها قليله قوي، ما حدش هيفكر فيها، لكن ممكن تاخد عليها رهان وريسك او ممكن تصبر عليها لو هي في فريقك. قول لنا زي مين يا عمر؟ يعني بدايه كده مصطفى عندنا لعيبه زي استون فيلا مثلا. استون فيلا ظلم ان هو يكون اول 3 جولات في البريمير ليج قدام ويست هام اوي، ارسنال على ارضه، وليستر سيتي اوي، فثلاث ماتشات كانوا صعبين جدا على استون فيلا، رغم كده قدر يطلع بست نقط. في لعيبه ما حققتش نقط بس كانت في الملعب كانت كويسه جدا زي مورجان روجرز، لعيب هايل جدا، انا برشح اصلا الناس انها تبتدي تجيبه لان جدول استون فيلا ابتدى يبقى سهل، هلاعب فرق سهله الجولات اللي جايه. انا شايف ان استون فيلا تقدر تركز على لعيبته الفتره اللي جايه وتسيب اولي واتكنز، ما تبيعش اولي واتكنز، لو عندك واتكنز في فريقك ما تبيعوش، لان انا شفت احصائيه ان واتكنز من اكتر اللعيبه اللي اتباعت بعد الجوله الثالثه مع بوكايو ساكا ومع ايزاك. برده يمكن احصائيه غريبه جدا بالنسبه لي، لان واتكنز الجولات اللي جايه انا شايف ان هو برده ابتدى يستعيد مستواه وابتدى يتطور وابتدى رجليه تروح على الجون اكتر مع ماتش ليستر سيتي الاخير. كمان في لعيب زي ايزاك، ايزاك ما ينفعش ان انت تبيعه لان ايزاك برده لعيب متالق، ومع نيوكاسل بيعتمد عليه الفريق بشكل كبير جدا،
جدا، كمان انتوني جوردن لعيبه كتير جدا ما ينفعش ان انت تبيعها، لان الاثنين دول لو عندك برده لازم تخليهم جدول نيوكاسل سهل زي جدول استون فيلا زي جدول تشيلسي. تشيلسي لو عندك منها جاكسون ما تبيعوش ابدا، لان هو مهاجم مفروض يتحط جنب هالاند كده ثابت الخطه اللي جايه، لان تحتيسه النوع لعب ولا اروع زي مدويكي زي بالمر، لعيبه كلها تقيله ولعيبه كلها بتصنع بشكل كويس جدا، حتى بيدرو نيتو كمان برده ممكن تشتري من دفاع تشيلسي زي مالو جوستو حتى لو ما تألقش في الجولات اللي فاتت، ولكنه هو بيحاول هجوميا بشكل كبير جدا. اللعيبه دي لو ما عملتش نقط في الجولات الثلاثه الاولى الجدول بقى اسهل بكتير لانديه زي تشيلسي نيوكاسل استون فيلا، ولو عندك لعيبه مانشستر يونايتد احسن لك ان انت تبيعهم الفتره اللي جايه، لان جدول مانشستر يونايتد مظلم للغايه. كلمنا كده سريعا يا مصطفى عن التوقف الدولي واللعيبه اللي نبيعها او نشتريها في الفانتازي. النصيحه العامه عمر لكل الجمهور ان في التوقف الدولي اصبر بقى واستنى واتقل. ليه؟ لان ممكن تحصل اصابات تغير كل اللي انت بتفكر فيه. الاسعار ممكن تزيد ولكن مش هتزيد زياده كبيره جدا، لكن لو خدت ريسك وبنيت فريقك وعملت وايلد كارد او عملت تغييرات كتير جدا كنت محوشها للجوله دي واللعيبه اتصابت هتبقى خسرت كل حاجه. زي ما بنشوف في لعيبه بتطلف في التوقف الدولي لكن بيحصل لها اصابه في النهايه او بترجع فرقها مصابه، عشان كده استنى لحد اخر وقت عشان تعرف مين جاهز ومين مصاب. واكبر مثال على ده عندك جواو بيدرو من برايتون، الراجل بيتم استدعائه للمنتخب البرازيل وهو مش عنصر اساسي خالص مع المنتخب البرازيلي، ولكن لو لعب المباريات مع المنتخب البرازيلي هيبقى موعد رجوعه متاخر جدا انه يلحق باول ماتش لفريقه في البريمير ليج، لكن لو ما لعبش فرصه هتزيد في المشاركه، وكل ده هيبان في المؤتمرات الصحفيه اللي قبل الجوله. وكل ده هنقول لكم في الحلقه الجايه من فانتزي يلا كوره اللي هتكون قبل الجوله الرابعه وقبل الديدلاين بتاع الجوله الرابعه، هنعرف فيها كل اللي حصل بقى في التوقف الدولي، ملخص اللعيبه عملت ايه، مين جاهز ومين مصاب، مين سليم ومين هيغيب، وكمان هنقول لكم تفكروا ازاي وتخططوا ازاي للجولات اللي جايه مع جدول الفرق واداء اللعيبه بكل التفاصيل والاحصائيات الممكنه. كل جديد عن الفانتزي هتلاقوه دايما على يلا كوره. انتظرونا في حلقه جديده من فانتزي يلا كوره. سلام عليكم.